تسجيل يا باشمهندس. طيب دلوقتي انت عندك input وعندك output، يعني عندك مثلا زي هنا مثلا input u of t، u of t دي ممكن تبقى force، والoutput بتاعك مثلا هو displacement بتاعة الماس ده اللي هو ال y of t. فاحنا عايزين نجيب ال transfer function بتاعة السيستم، يعني عايزين نجيب الoutput على الانبوت. يعني من الاخر كده، فاحنا في الاخر عايزين نوصل لان احنا نجيب ال y of s على ال u of s، دي الحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها في الاخر. طيب هنوصل لها ازاي؟ بطريقه اسمها ال state space representation. طب ايه فكره ال state space representation؟ هي خطوات ثابته هتعيدها في كل مساله وخطوات مضمونه، فركز فيها. اول حاجه بتعمل modeling للسيستم، يعني بتجيب ال differential equation بتاعت السيستم، واحنا خدنا section كامل ازاي بنعمل modeling للسيستم. لما قعدنا نقول sigma forces بتساوي الماس في الاكسلريشن، والاكسلريشن هي تفاضل ال displacement مرتين، والكلام ده. يا ريت الناس تعمل mute للمايك. طيب أول خطوة في المسألة إنك بتفرض حاجة اسمها الـ state variables. عدد الـ state variables بتاعك بيبقى هو الـ order بتاع الـ differential equation، غير في حالات خاصة وملناش دعوة بالحالات الخاصة دي. طيب إيه الـ order بتاع الـ differential equation بتاعتك؟ 2، يبقى أنت هتفرض 2 state variables، x1 و x2. طيب مين x1؟ x1 هيبقى هو الـ variable اللي أنت بتobserve، اللي هو الاوتبوت بتاعك. مين الاوتبوت؟ يعني دايما x1 هو الاوتبوت بتاع السيستم. مين الاوتبوت؟ y of t. ما هو الانبوت هو الفورس اللي هي ال u of t، والاوتبوت بتاعك هو ال y of t. فدايما اول ستيت فاريبل بيبقى الاوتبوت بتاع السيستم. طيب تاني ستيت فاريبل بيبقى تفاضل الاوتبوت، ولو انت عندك 3 ستيت فاريبلز هيبقى التفاضل مرتين. يعني مثلا هنا x1 هو y و x2 هو y دوت. لو انت كان عندك بقى 4 ستيت فاريبلز كان هيبقى x3 هو y دبل دوت، و x4 هو y تريبل دوت، و x5 هو y متفاضلة 4 مرات، وهكذا. فدي أسهل خطوة في المسألة. طيب يبقى احنا كده أول حاجة جبنا الـ state variables بتوعنا اللي هم مين؟ اللي هم x1 و x2. الخطوة التانية إن أنت هتفاضل الـ state variables بتوعك. طيب x1 دوت هتبقى مين؟ ما هو x1 هو الـ y، يبقى x1 دوت هيبقى هو x1 دوت هيبقى ال y دوت، وال y دوت هي x2، فيبقى x1 دوت هو ال x2. طيب ال x2 دوت، ما هو ال x2 هو y دوت، يبقى ال x2 دوت هيبقى ال y دبل دوت. طب مين هو ال y دبل دوت؟ هنجيبه من المعادلة الأصلية. لو عايشت ال y دبل دوت لوحدها هتلاقي إنها بتساوي 1 على m في ال u ماينس ال b y دوت ماينس ال k y. يبقى ال x2 دوت هتبقى بتساوي u على m ماينس ال b على m في ال y دوت، وال y دوت بتاعتك اللي هي مين؟ x2، فهنشيل ال y دوت ونحط مكانها x2، وال y بتاعتك هي مين؟ x1، فهشيل ال y واحط مكانها x1. كل حاجه او كل المعادلات بتاعتك لازم تبقى بدلاله ال state variables. يعني ما ينفعش واحد يسيب x2 بالمنظر ده يقول لي x2 دوت بتساوي نيجاتيف بي واي دوت. ماليش دعوه بالوايات، انا بتكلم كله بدلاله الستيت فاريبلز. طيب يبقى احنا وصلنا للشكل ده في الاخر، ان x1 دوت بيساوي ال x2، و x2 دوت بيساوي u على m ماينس b على m في ال x2 ماينس k على m في ال x1. هنعمل ايه بعد كده؟ هنروح نجيب الستيت ايكويجن. الـ state equation بنجيبها ازاي؟ انت بتكون matrix فيها كل الـ state variables x1 و x2، لو كان عندك بقى اكتر من كده يعني كان هيبقى x1 و x2 و x3 و x4، و matrix تانية فيها الـ input، الـ in بتاعنا هو الـ u، و matrix تالتة فيها تفاضل الـ state variables اللي هي x1 dot و x2 dot، وتبتدي بقى تملى بايدك الماتريسيز اللي هم الاي والبي دول. طب نملاهم ازاي؟ من المعادلات. انت بتقول ان x1 دوت بيساوي ال x2. الناس تعمل ميوت لو سمحتوا. x1 دوت بيساوي ال x2، يبقى x1 دوت بيساوي 0 في ال x1 بلس 1 في ال x2 بلس 0 في الانبوت، لان احنا ما عندناش انبوت. طيب بعد كده ال x2 دوت، ال x2 دوت بيساوي نيجاتيف كي على ام في الاكس 1، فدي هنا نيجاتيف كي على ام في الاكس 1، وهنا الاكس 2 نيجاتيف بي على ام في الاكس 2، فيبقى عندك هنا نيجاتيف بي على ام.
واليو واحد على ام، يبقى واحد على ام في اليو. الماتريكس الزرقاء دي بنسميها ماتريكس A، والماتريكس الحمراء دي بنسميها ماتريكس B. تجيب حاجة اسمها الاوتبوت ايكويجن. مين الاوتبوت بتاعك في السيستم؟ الواي. هتكتب الواي بدلالة الستيت فاريبلز. طيب ما احنا عارفين اصلا ان الواي بتساوي اكس 1 اهو، ادي الاوتبوت ايكويجن بتاعتي الواي بتساوي اكس 1. وهعمل نفس الكلام، ادي الماتريكس اللي فيها الاكسات اللي هي اكس 1 واكس 2، وادي الانبوت اللي هو اليو، وهكتب الواي بدلالتهم. طيب الواي بتساوي اكس 1 يبقى 1 في الاكس 1 و0 في الاكس 2 ولا حاجه في اليو برضو، يبقى 0 في اليو. الماتريكس دي اللي هي الواحد والزيرو بنسميها ماتريكس سي، والماتريكس اللي جنب اليو بنسميها ماتريكس دي. فاحنا كده جبنا الاي والبي والسي والدي، وهو ده المطلوب بقى. يعني انت اول ما تجيب الاي والبي والسي والدي تعرف تحل بقيه المساله. ايه كان المطلوب اصلا من المساله؟ انك تجيب الترانسفير فانكشن. يعني ايه ترانسفير فانكشن؟ يعني الاوتبوت على الانبوت. الاوتبوت بتاعك هو الواي والانبوت بتاعك هو اليو، يبقى واي اوفر اس على اليو اوفر اس. في قانون، ماليش دعوه بالاثبات بتاع القانون، شوف الدكتور اداهولك في المحاضره ولا لا، لكن القانون ده بيقول ان الواي اوف اس على اليو اوف اس بيساوي سي في اس في الاي، الاي دي اللي هي الايدنتيتي ماتريكس، ماينس الاي ماتريكس اي، ده كله على بعضه انفرس مضروب في ماتريكس بي بلس ماتريكس دي. تعال نعوض في القانون. هنروح نعوض في القانون. اول حاجه تعملها انك تشتغل على الجزء اللي في النص ده اللي هو بتاع الانفرس، لان ده اصعب حاجه. طيب هناخد الاس اي ماينس ادي الايدنتيتي ماتريكس مضروب في الاس ماينس الاي. انت طلعت الاي، ده اكزامبل بقى تاني لو الاي اكبر. يعني اديتك اكزامبل هنا ايه 3 في 3 عشان ده اللي في الشيت، ده هيبقى اصعب شويه. ماتريكس ايه لو هي مديها لك في السؤال 0 0 0 1 0 نيجاتيف 2 0 1 نيجاتيف 3. طيب نشتغل على الجزء ده، نطرحهم من بعض. اس ماينس 0 هيطلع ب 0، 0 ماينس 1 نيجاتيف 1، 0 ماينس 0 ب 0، بعد كده 0 ماينس 0 0 برضو. اس ماينس 0 هيطلع ب اس ماينس 1 هيطلع ايه ماينس 1، 0 0 ب 0، 0 ماينس ماينس 2 هيطلع ب 2، اس ماينس ماينس 3 هيبقى اس بلس 3. هنجيب له بقى انفرس. هتجيب انفرس ازاي؟ هي دي المشكله بقى. ليه؟ لان ما ينفعش تعملها على الكالكليتر عشان فيها اس، هي مش ارقام عاديه، هي فيها فاريبل. فمضطر بقى ترجع لايه شغل اعدادي، ان احنا نجيب الماينر، وبعد الماينر نجيب الكوفاكتور، وبعد كده نجيب الترانسبوز، وبعد كده الديترمننت، وبعد كده نقسم الترانسبوز على الديترمننت. هو كلام سهل جدا، بس هو مشكلته انه ممكن تتلخبط في النص. وخد بالك، لان زي ما انت شفت الفاينل انسر بيبقى عليها درجه. يعني لو السؤال عليه 4 درجات الفاينل انسر بيبقى عليها درجتين، السؤال عليه 10 درجات هتلاقي الفاينل انسر عليها 5 درجات. فحاول انك تشتغل الخطوات مظبوطه. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي بنجيب الماينر. الماينر ده كل ترم انت بتقف عنده. يعني مثلا عايز اجيب الماينر بتاع الترم الاولاني ده اللي هو ده، هجيبه ازاي؟ هتشطب صف وعمود، هتشطبهم خالص، وبعد كده تعمل مقص اس في اس بلس 3 ماينس ماينس 1 في 2، فيطلع لك اس سكويرد بلس 3 اس ماينس ماينس يبقى بلس، فيطلع اس سكويرد بلس 3 اس بلس 2. طيب تعالى نجرب ترم تاني. تعالى نمسك مثلا الترم ده، عايزين نجيب الماينر بتاعه، هنشطب صف وهنشطب عمود، هيبقى صفر في صفر ماينس صفر، فهيطلع لك بصفر في الآخر. طيب تعالى نجيب مثلا الماينر بتاع الترم الأخير ده اللي هو ده برضو، نفس الكلام، هتشطب صف هتشطب عمود، هيطلع صفر في صفر اللي هو صفر، وهكذا. اقعد بقى كمل، هتجيب بتاع كل الترمات، فهيطلع لك الماينر بالشكل ده. طيب بعد ما جبنا الماينر هنشوف مين الكوفاكتور. الكوفاكتور ده اللي بنجيبه ازاي؟ بنطبق الساين رول. ده شكل الساينز اللي انت بتطبقها، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، يعني اقعد اعكس بوزيتيف ونيجاتيف، تمام؟ طيب ده هيبقى بوزيتيف زي ما هو، الصفر كده كده مش فارقه بوزيتيف ولا نيجاتيف. الترم ده هيبقى نيجاتيف، فبدل نيجاتيف اس ماينس 3 هيبقى اس بلس 3. الترم ده برضو هيبقى نيجاتيف، فبدل 2S هيبقى نيجاتيف 2S. الترم ده برضو هيبقى نيجاتيف، فبدل نيجاتيف S هيبقى S. بعد كده هتعمل ترانسبوز. ترانسبوز سهل بقى قوي،
هنقلب صف وعمود، فهتلاقي ان الصف بقى ايه عمود، فهيطلع لك الشكل ده. هي دي الإجابة. الناس بقى مشكلتها إنها بتقف هنا عند حتة مهمة قوي، إن هو بينسى يجيب الديترمننت. يعني الانفرس في الآخر هيبقى ترانسبوز مقسوم على الديترمننت، فلازم تروح تجيب الديترمننت. تمام؟ طيب خد بالك وانت بتجيب الديترمننت، عشان الناس عادة بتتلخبط ما بين الماينر والديترمننت. احنا لما كنا بنجيب الماينر كنت بقف هنا واشطب الصف والعمود واعمل مقص. لا، في الديترمننت انت بتاخد الاس وتضربها في المربع الاخضر ده. يعني المربع الاخضر لو عملت مقص هيطلع ايه؟ هيطلع اس سكويرد بلس 3 اس بلس 2، اضربها في اس بقى بعد كده، فهيطلع لك الديترمننت بالشكل ده، اس مضروبه في اس سكويرد بلس 3 اس بلس 2، ده الديترمننت. يبقى في الاخر الاكسبريشن كله على بعضه هيبقى الديترمننت مقسوم على الترانسبوز. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنضرب ماتريكس سي. طيب ماتريكس سي كانت بتساوي 1 0 0 0، اهو هو مديالك في السؤال ماتريكس سي 1 0 0. طيب الواحد لما يتضرب في اس سكويرد بلس 3 اس بلس 2 هيطلع، وبعد كده صفر في صفر بلس صفر في صفر، فهيبقى لك في الاخر اس سكويرد بلس 3 اس بلس 2. بعد كده هنضرب في العمود الثاني هيبقى لنا اس بلس 3، بعد كده هنضرب في العمود الثالث فهيبقى لنا 1. بعد ما ضربت في السي هنروح نضرب في البي. طيب هو مديلنا البي كام في السؤال؟ 0 0 1، ادي البي اهي، نروح نضرب في البي. ده في ده الاول في الاول هيطلع بصفر، والتاني في التاني هيطلع بصفر برضو، والواحد في الواحد هيطلع بواحد، فهيبقى لك في الاخر 1. طيب بلس الدي، الدي اصلا بصفر، يعني هو في الاخر ما فيش هنا بلس يو، يعني المفروض هنا بلس الدي في اليو، فطالما الترم ده مش موجود يبقى ده معناه ان الدي بتاعتك بصفر. الدي بصفر يبقى خلاص كده بلس زيرو، مش هيطلع اي حاجه. يبقى في الاخر الواي اوف اس على اليو اوف اس طلعت 1 على اس سكويرد بلس 3 اس سكويرد بلس 2 اس. وهو ده بقى اللي بقولك عليه. تخيل لو كنت نسيت الديترمنت، لو نسيت الترم ده كله ما كانش هيبقى موجود، يعني ده مش موجود ده مش موجود ده مش موجود، فهيبقى لك في الاخر ايه؟ 1. فهتلاقي ان الترانسفير فانكشن طلع بواحد. اكيد في حاجه غلط، يعني اول ما تلاقي الترانسفير فانكشن بتاعتك طلع بواحد يبقى اكيد في حاجه غلط في السيستم، لان انت كده بتقول ايه؟ الاوتبوت هيساوي الانبوت. اللهم الكنترولر بيعمل ايه؟ يبقى اكن ما فيش سيستم اصلا، اكنه سلكه فاضيه. طيب في حاجه بعد كده اسمها الكنترولابيلتي والاوبزرفابيلتي، برضو من الاسئله المشهوره قوي في الامتحان، يعني هتلاقي ايه كل امتحان كده. قبل ما اكمل بس ان شاء الله في كويز، شوفوا حابين يكون يوم الخميس ولا يوم الجمعة، هيدخل فيه الكلام اللي احنا بنشرحه النهاردة، هو كلام بسيط. طيب تعالوا نشوف الكنترولابيليتي والأوبزرفابيليتي. يعني ايه الكنترولابيليتي؟ كلمة كنترولبل يعني تقدر تتحكم فيه. يعني ايه بقى كنترولبل؟ يعني هل انت تقدر تعمل كونفيجريشن معينة للأكتيويتر بتاعك بحيث ان هو يقدر يسيطر على كل اللي سيستم؟ مثلا لو انت عندك 3 ستيت فاريبلز في السيستم x1 و x2 x3، والسيستم ده او مثلا خلينا نقول x1 و x2، والسيستم ده هو عباره عن دبل تانك سيستم، في حنفيتين، الحنفيه الاولانيه والحنفيه الثانيه. فكلمه كنترولبل يعني انت لو ظبطت السنسور او ظبطت الحنفيه انها تفتح بدرجه معينه، هل ساعتها هتقدر تتحكم في كل الانبوت بتوع كل الاوتبوت بتاع السيستم؟ يعني تقدر تتحكم في كل ستيت فاريبلز في اكس 1 واكس 2 الاثنين مع بعض، على حسب بقى السيستم. يعني تخيل مثلا سيستم فيه حنفيتين وانت عندك تو ستيت فاريبلز اللي هو الهايت بتاع التانك الاولاني الهايت بتاع التانك الثاني، لو انت فتحت حنفيه واحده بس منهم لو اتحكمت فيها، هل كده ساعتها تقدر تتحكم في التو هايتس؟ يعني تقدر تتحكم في اكس 1 واكس 2؟ لا. ليه؟ لانه في ساعتها حنفيه تانية ممكن تبوظ لك الكونفيجريشن بتاعتك، في حنفيه تانية مفتوحه، فساعتها نقول ان السيستم مش كنترولبل. بس ما تقعدش تفكر فيها في الامتحان، يعني ما تقعدش تمسك الرسمه وتقول ايه يا ترى السيستم كنترولبل ولا مش كنترولبل، اصل في حنفيتين، لا في تو هايتس، لا في تو ستيت فاريبلز. هي ليها قانون في الاخر هديهولك هتحل بيه، لكن انا بشرحها لك. يعني كنترولبل دي معناها هل في كونفيجريشن معينه للاكتويتر؟ الاكتويتر ده مثلا اللي هو الحاجه اللي بتفتح الحنفيه او تقفل الحنفيه، الحاجه اللي بتفتح باب الاتوبيس او تقفله، دي الاكتويتر اللي هو بيتحكم في الانبوت بتاعك.
فهل في كونفيجريشن معينه او رقم معين اثبت عليه الاكتويتر يتحكم في كل الستيت فاريبلز اللي في السيستم؟ يعني لو عندي 10 ستيت فاريبلز هو يبقى متحكم فيهم كلهم؟ طبعا ده بيختلف من سيستم للتاني. في قانون في الاخر انت هتطبقه بتاعك ده كنترولبل ولا مش كنترولبل. طيب في صفه تانية لاي سيستم اسمها الاوبزرفابيلتي. طيب يعني ايه اوبزرفابيلتي؟ يعني لو انت شفت السنسور بتاعك بكام او الكونفيجريشن بتاعت السنسور تعرف تجيب قيم كل الستيت فاريبلز. خليني اقول لك اكزامبل، مثلا لو احنا عندنا تو تانكس، الهايت الاولاني H1 وعندك سنسور بيقيس قيمه الهايت الاولاني، في سنسور هنا وفي هايت تاني اسمه H2. طب لو انا بصيت على السنسور كده ولقيت السنسور جايب 5 متر، يبقى ده معناه ان ارتفاع المية 5 متر. طيب لو انت لما عرفت H1 هل هتقدر تعرف منها H2 ولا لا؟ لو انت تقدر تعرف قيمة H2 من H1 يبقى ساعتها السيستم ده observable، يعني ملحوظ، يعني تعرف تلاحظه. ولو انت ما تقدرش تعرف قيمة H2 من H1 يبقى ساعتها السيستم ده مش observable. مثال مثلا لو انا قلت لك ان H2 بتساوي H1 بلس 2، يبقى ده لو انا بصيت على السنسور وقال لي ان H1 بتساوي 5، يبقى ده معناه ان H2 هتساوي 5 بلس 2 اللي هي 7. يبقى ساعتها بنقدر نقول ان السيستم بتاعنا ده observable. ليه؟ لاني اول ما بصيت على السنسور انا عرفت اجيب كل قيم الستيت فاريبلز اللي موجوده في السيستم. لكن لو انا مثلا H2 ملهاش علاقه ب H1، مفيش linear algebraic equation بتربطهم ببعض، يبقى ساعتها اقول ان السيستم بتاعي مش observable. برضو نفس الكلام انت ما تقعدش تفكر فيها بقى في الامتحان، يعني ما تقعدش تقول يا ترى ده observable ولا مش observable. في الاخر في قوانين انت هتطبقها هتعرف بيها السيستم بتاعك ده controllable و observable ولا لا. طيب تعال نشوف بقى ايه القوانين دي. دلوقتي احنا هو مدي لك سيستم اهو، اول حاجه تعملها انك تطلع ماتريكس A، ادي ماتريكس A، بعد كده تطلع ماتريكس B، بعد كده تطلع ماتريكس C، وطبعا ماتريكس دي مش موجوده، يبقى احنا هنعرف كده ان ماتريكس دي بتاعتنا بتساوي 0. طيب ازاي اعرف بقى السيستم بتاعي كنترولبل ولا لا؟ بتروح تجيب حاجه اسمها ماتريكس اي بي. يعني ايه اي بي؟ هتضرب الاي في البي، فلما اضرب الاي في البي اللي هو نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 1 1 ونص في البي اللي هو 1 و4 هيطلع لك 1 و4. وبعد كده هتروح تكون ماتريكس اسمها الكنترولابيلتي ماتريكس اللي هي عباره عن البي والاي بي. طب البي 1 و4 والاي بي ب 1 و4 برضه، هتروح تبص على الرانك بتاع الماتريكس دي. لو الرانك بتاعك بيساوي عدد الستيت فاريبلز يبقى السيستم بتاعك كنترولبل، لو اقل من الستيت فاريبلز يبقى السيستم بتاعك مش كنترولبل. طيب ايه النمبر اوف ستيت فاريبلز بتوعك اصلا؟ x1 و x2، يبقى النمبر اوف ستيت فاريبلز بتوعي ب2. طب الرانك الماتريكس دي بكام؟ اللي مش شبه بعض، عدد الصفوف اللي مش متشابهه. يعني ايه متشابهه؟ يعني مثلا 1 و4 و1 و4 دول متشابهين، يبقى اكني عندي صف واحد بس او عمود واحد، يبقى ده معناه ان الرانك بتاعك بواحد. لو انا قلت لك مثلا ان انا عندي ماتريكس 1 و4 وماتريكس تاني والصف الثاني 2 و8، طب دي الرانك بتاعها بكام؟ برضو بواحد. ليه؟ لان الواحد والاربعة لو ضربتهم في 2 هيدوني 2 و8، فيبقى ده معناه ان الرانك بتاعك بواحد. ليه؟ لان الصفوف زي بعضها، هي مش distinct rows او columns، هما مش مختلفين. لكن لو انا قلت لك مثلا ان انا عندي 1 و0 و3 و5، مفيش اي operation تعملها ممكن تخلي الواحد والتلاتة بيساوي ايه؟ الصفر والخمسة. الناس بس تعمل mute للمايك. فساعتها اقول ان في 2 distinct rows او columns. distinct يعني مختلفين، الروز والكولمز دول مختلفين عن بعض، فساعتها اقول ان الرانك بتاعي بيساوي 2. فخد بالك ان في ناس بتعطل في الايه، في البوينت بتاعت الرانك دي. طيب الرانك بتاعي هنا 1 والنمبر اوف ستيت فاريبلز بتاعك ب2، فطالما الرانك بتاعك اقل من النمبر اوف ستيت فاريبلز يبقى ده معناه ان السيستم ده مش كنترولبل. اوعى تفكر تعملها بدماغك في الامتحان، ما تقعدش تفكر السيستم فيه كام انبوت وكام اوتبوت، لا طبق القانون، لان غالبا تفكيرك مش هيرشدك للاجابه الصح. طيب
تعال نشوف بعد كده الاوبزرفابيلتي. الاوبزرفابيلتي بنعمل ايه؟ مش بنروح وظيفة ناخد عادي. ماتريكس سي نضرب، معلش الاسئله بس في الاخر لما اخلص، معلش هسيب الاسئله. طيب الاوبزرفابيلتي هيبقى عندنا ماتريكس سي وايه، هاخد ماتريكس سي اضربها في ماتريكس ايه. ماتريكس سي بتاعتك 1 و0، ماتريكس ايه نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 1 1 ونص. الواحد في نيجاتيف 3 بواحد والزيرو في نيجاتيف 2 يدينا 0 يطلع نيجاتيف 3، واحد وواحد بواحد وزيرو واحد ونص يطلع واحد برضو، فيطلع هنا واحد. يبقى ده السي والايه. هتروح تكون ماتريكس جديدة اسمها الاوبزرفابيليتي ماتريكس اللي هي السي والسي ايه. السي بواحد وزيرو والسي ايه بنيجاتيف 3 وواحد، وتروح تشوف الرانك بتاعها. نفس الكلام لو الرانك بتاعك قد النمبر اوف ستيت فاريبلز يبقى ساعتها السيستم بتاعك اوبزرفابل، لو الرانك اقل من النمبر اوف ستيت فاريبلز يبقى السيستم بتاعك مش اوبزرفابل. تعال نشوف مع بعض الرانك. ايه عدد الصفوف او الاعمده الديستينكت بالنسبه لك اللي هم المختلفين؟ الناس شايفه ايه؟ ثانيه واحده يا جماعه، هو الناس عماله تكتب ايه؟ الصوت بيقطع. هو في حد الصوت عنده بيقطع؟ ما الناس بتقول لك لا الصوت مش بيقطع. هو بيقطع يا الناس باشمهندس، هو ده سامعه؟ اللي كنت عايز اقوله لحضرتك، ان الصوت بس حتى في حته الرانك دي انا يعني ما عرفتش اسمعها ان الصوت قطع. طب بقية الناس الصوت عندهم بيقطع؟ انا عندي بيقطع برضو. اه بيقطع برضه يا باشمهندس. اه انا عندي بيقطع. طيب طيب نشوف الحتة بتاعت، خلاص يا جماعة الناس تعمل ميوت، نشوف نقول الحتة تاني بتاعت الرانك. طيب لو قطع تاني ممكن بس حد يبعت على تيمز عشان انا يجي نوتيفيكيشن يعني. طيب نشوف تاني الحتة بتاعت الرانك يا جماعة. الرانك هو عبارة عن ايه؟ الرانك هو عبارة عن عدد الصفوف الغير عدد الصفوف او الكولمز الديستينكت. كلمة ديستينكت يعني مختلفين عن بعض. يعني هنا مثلا انت عندك واحد واربعة، واحد واربعة، الصفوف دي مختلفة عن بعض ولا شبه بعض؟ مختلفة عن بعض. يبقى عدد الصفوف الديستينكت اللي هي المختلفة واحد، هو صف واحد بس، التاني ده مكرر، ده تكرار ليه. فهنا اقول ان الرانك بتاعك بيساوي واحد. طيب تعال نشوف بقى لو انا عندي هنا مثلا واحد واربعة والصف التاني اتنين وتمانية، يبقى الرانك بتاعك بيساوي كام؟ واحد برضو. ليه بقى؟ ما انت هتقولي دول صفين مختلفين. لا مش مختلفين، لانك لو خدت العمود الاولاني ده ضربته في اتنين هيدي لك اتنين وتمانية برضو. وبالتالي انا عندي one distinct row او column، يعني الروز المختلفة او الكولمز المختلفة هو عمود واحد بس اللي مختلف، والتاني يعتبر تكرار ليه او multiplication ليه. فبرضو الرانك هنا هيساوي واحد. لكن تعال نبص بقى لو انت عندك هنا واحد وصفر وتلاتة واربعة، ايه هنا عدد الصفوف او الكولمز المختلفة؟ لا ده في صفين مختلفين، لان الواحد والصفر مفيش اي رقم هضربه فيه هيديني 3 و4، فالواحد والصفر عمره ما هيبقى 3 و4، فالصفين دول مختلفين تماما عن بعض. يبقى ساعتها اقدر اقول ان الرانك بتاعي بيساوي 2. اللي انا بقوله لك بقى وبسترس عليه انك لو سمحت من فضلك ما تحاولش تفكر السيستم كنترولبل ولا اوبزرفبل بدماغك من غير ما تطبق القانون، لسببين. غالبا في توتر الامتحان هتضيع وقت كتير قوي، لان هيبقى فيه كذا انبوت وكذا اوتبوت، انت بقى هتقعد تشوف يا ترى ده اوبزرفبل ولا كنترولبل، مش هتوصل يعني، غالبا مش هتوصل الاجابه الصح. تاني حاجه ان اصلا الجزء ده هيبقى عليه درجات، يعني انك تحسب الكنترولابيلتي ماتريكس والاوبزرفبيلتي ماتريكس هيبقى عليه نص السؤال، فاوعى تجيب حاجه بدماغك في الامتحان، لازم تطبق القانون. الاوبزرفابيلتي، الاوبزرفابيلتي زيها زي الكنترولابيلتي بالظبط، بنكون حاجه اسمها الاوبزرفابيلتي ماتريكس. طيب الاوبزرفابيلتي ماتريكس تبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن السي في السي اي. فتعالى نروح نجيب السي اي الاول. السي اي السي بواحد وزيرو، والاي بتاعتك بنيجاتيف 3 و1 ونيجاتيف 2 و1 ونص، لما تضربهم في بعض يدي لك نيجاتيف 3 و1. طيب تعالى بقى نحط الكلام ده في الاوبزرفابيلتي ماتريكس. السي بواحد وزيرو
والسي اي بنيجاتيف 3 و1. تعال نشوف الرانك، عدد الصفوف المختلفه، عدد الصفوف او الاعمده المختلفه. طيب انت شايف كده في كام صف وعمود مختلفين؟ 2، لان الواحد والنيجاتيف 3 مش شبه الزيرو والواحد، فيبقى ده معناه ان الرانك بتاعك ب2. طيب والنمبر اوف ستيت فاريبلز اللي موجوده عندك بكام؟ النمبر اوف ستيت فاريبلز برضو ب2، اكس 1 واكس 2. فطالما ان الرانك قد النمبر اوف ستيت فاريبلز، يبقى ده معناه ان السيستم بتاعك اوبزرفبل، تمام؟ لكن هنا كان الرانك بتاعك بواحد والستيت فاريبلز ب2، فطالما الرانك اقل من النمبر اوف ستيت فاريبلز، يبقى ده معناه ان السيستم بتاعنا مش كنترولبل، تمام؟ طيب كده احنا خلصنا اول جزء اللي هو ازاي نعمل الستيت سبيس ريبريزنتيشن. عايز بس استرس على حاجه، احنا كنا بنعمل ايه في السكشن ده عشان لما اخش في السلايدز الجايه تبقى فاهم الفرق. هنا انا كنت بديك الانبوت والاوتبوت، يعني انت عندك انبوت، تمام؟ انت معاك الانبوت اللي هو اليو اوف تي، ومعاك الاوتبوت اللي هو الواي اوف تي، وانت بتجيب المعادله بتاعت السيستم اللي هو ترانسفير فانكشن اللي هو الواي اوف اس على اليو اوف اس. انت عايز تجيب الترانسفير فانكشن عشان السلايدز اللي جايه هيبقى معاك الترانسفير فانكشن ومعاك الانبوت، وانا عايزاك تجيب الاوتبوت. فخد بالك، ترانسفير فانكشن يعني انت معاك الانبوت ومعاك الاوتبوت وعايز تجيب العلاقه ما بينهم، اوتبوت على انبوت. حاجه تانية برضو ساعات دكتور بيجيبها في الامتحان، القانون ده بتاع السي والاي والبي والدي ده بيدي لك مين؟ بيدي لك الترانسفير فانكشن في الاس دومين. يعني انت في الاخر جبت الواي اوف اس على اليو اوف اس، ما جبتش الواي اوف تي على اليو اوف تي. عشان هو بيجي في الامتحان يدي لك الماتريسيز اللي هم بي اي وبي وسي ودي، بيقول لك بقى ايه، انا عايز الواي اوف تي على اليو اوف تي. ففي ناس للاسف بتقوم برضو جايبه له ايه، هو حافظ خلاص بيجيب نفس المعادله واي اوف اس على اليو اوف اس، فده غلط. يعني هو صح لغايه هنا بس انت ما كملتش بقى الاجابه، هو عايز الواي اوف تي على اليو اوف تي. فبعد ما جبت الحاجه في الواي دومين هتنقل بقى في الايه، سوري في الاس دومين، هتنقل في التايم دومين. هنقل في التايم دومين ازاي؟ انفرس لابلاس ترانسفورم عادي خالص، هتشوف بقى ده ريبيتد بولز ولا بارتشال فراكشن ولا كونجيجيت بولز، ولا هنشتغل باللونج ديفيجن، واحده من الاربع طرق اللي احنا شرحناهم قبل كده. فخد بالك تاني ان القانون الطويل ده بيجيب لك الواي اوف اس على اليو اوف اس، لكن لو انت عايز الواي اوف تي على اليو اوف تي لازم تعمل انفرس لابلاس ترانسفورم. الناس شايفة السلايد الجديدة كده؟ تمام الحمد لله. طيب هو ده اللي كنت بكلمكم فيه في اخر السلايدز اللي فاتت، ان انا الفترة اللي فاتت كنت بدي لك الانبوت وادي لك الاوتبوت واقول لك هات السيستم او هات اعمل موديلنج للسيستم او هات الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم. دلوقتي بقى احنا هنبتدي فيز جديد، وده الاهم اصلا في كنترول سيستمز، ان انت اوريدي بيبقى عندك سيستم، يعني انت معاك ترانسفير فانكشن ومعاك الانبوت بتاع السيستم، الانبوت اللي داخل للسيستم مثلا في انبوت فولتج. خد بالك بقى الانبوت ده ممكن يبقى اي حاجه عشان الناس تبقى فاهمه برضه، وفي الاخر قوانين وهنعوض فيها بس عشان تبقوا فاهمين. الانبوت ده ممكن يبقى رامب، ممكن يبقى ستيب فانكشن كده مثلا، ستيب فانكشن الانبوت اللي هو اليو اوف تي، تمام؟ ممكن يبقى رامب، ممكن يبقى ستيب فانكشن، ممكن يبقى شكله عامل كده، ممكن يبقى اي حاجه، بس عاده في الامتحان الدكتور بيجيب لك ستيب فانكشن عشان هي اسهل حاجه. هو بقى مدي لك السيستم ومدي لك الانبوت وعايز يعرف الاوتبوت. يعني انا مثلا مدخله للسيستم يونت ستيب فانكشن، ده الانبوت بتاعي. طيب اليونت ستيب فانكشن هتخرج يونت ستيب فانكشن؟ اكيد لا، ما هي هتعدي على كنترول كومبوننتس، اكيد هيحصل لها حاجه. يحصل لها حاجه بقى ايه؟ ممكن بقى والله يحصل لها حاجه مثلا الاوتبوت بتاعك، لو الاوتبوت مثلا هو الديسبيسمنت، فالديسبيسمنت ممكن تبقى عامله كده،
مثلا، او ممكن الديسبيسمنت يبقى شكل الريسبونس بتاع السيستم مثلا. شكل الريسبونس بتاع السيستم، خد بالك بقى اي شكل يعني، ممكن يبقى عامل كده كده مثلا. طيب شكل الريسبونس بتاع السيستم ده بيبقى بناء على ايه؟ هعرف منين شكل الريسبونس بتاع السيستم؟ ده اللي هنعرفه بقى دلوقتي في السلايدز دي. احنا عندنا نوعين من السيستم، هو الحقيقه في اكتر من نوعين بس انت هتدرس نوعين بس، حاجه اسمها الفيرست اوردر سيستم وحاجه اسمها السكند اوردر سيستم. طب ونعرف منين هو فيرست اوردر ولا سكند اوردر؟ هتعرفها من الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم اللي هي الاوتبوت على الانبوت. الاوتبوت هو دايما بنسميه السي اوف اس، والانبوت هو الار اوف اس. تمام؟ الفيرست اوردر سيستم من اسمه يعني فيرست اوردر، فهتلاقي ان تحت فيه اس بس، لكن لو سكند اوردر هتلاقي تحت فيه اس سكويرد. فده اس بس، يبقى ده فيرست اوردر سيستم. تمام؟ طيب احنا عايزين نشوف اليونت ستيب ريسبونس بتاع الفيرست اوردر، بيبقى شكله دايما عامل كده، وهقول لك مين التي دي. يعني مثلا هتلاقيه 3 اس بلس 1، 5 1 على 3 اس بلس 1، 1 على 5 اس بلس 1. يعني دايما بنلاقي ان شكله كده، ده فيرست اوردر سيستم. طيب احنا عايزين نجيب اليونت ستيب ريسبونس بتاع السيستم، يعني ايه؟ يعني الريسبونس بتاع السيستم لما اديله انبوت يونت ستيب. طبعا كلنا عارفين اليونت ستيب انبوت اللي هو ده بيبقى ثابت عند الواحد، هو ثابت عند رقم واحد، هو ده اليونت ستيب انبوت. طيب هجيبها ازاي؟ يعني انت عايز تشوف الاوتبوت لما اديله انبوت يونت ستيب. طيب السي اوف اس على ار اوف اس بواحد على اس تي بلس 1، يبقى السي اوف اس لوحدها هودي الار اوف اس الناحيه الثانيه، فهتبقى واحد على تي اس بلس 1 مضروبه في الار اوف اس. طيب الار اوف اس يونت ستيب، احنا عارفين اليو اوف تي بتبقى ايه في الاس دومين، بتبقى واحد على اس، فهشيل الار اوف اس واحط مكانها واحد على اس، فهيبقى السي اوف اس هو واحد على اس على تي اس بلس 1. ده شكل الاوتبوت بس في الاس دومين. طب انا عايز اجيب شكل الاوتبوت بس في التايم دومين، هنعمل ايه؟ هنعمل انفرس لابلاس ترانسفورم. الخطوات دي مش عليك يعني، انا بس عشان عايز افهمك الموضوع جه ازاي. ده انفرس لابلاس ترانسفورم هنشتغل عادي خالص بالبارتشال فراكشن بعيدا عن الخطوات. لما تنقل في التايم دومين هتلاقي ان السي اوف تي طلع بواحد ماينس اي باور نيجاتيف تي اوفر تاو مضروبه في اليو اوف تي. يعني ده شكل الريسبونس بتاعك، يعني واحد ماينس الاكسبوننشال اللي هو لو رسمته هيطلع بالشكل ده. هيطلع سيستم بيبتدي من الصفر، ليه؟ لان عند تي ايكوال 0 اكسبوننشال 0 ب 1، فهيبقى 1 ماينس 1 which is 0. طيب وعند الانفينيتي اي باور نيجاتيف انفينيتي، دي السيستم بتاعك هيثبت عند ال 1. فاذا شكل السيستم بتاعنا هيطلع بالمنظر ده، ده لازم تبقى حافظ شكله يعني. طب مين التاو بقى؟ التاو ده مثلا ممكن ده رقم ثابت، يعني ممكن يبقى 5 زي ما قلت لك. السيستم ممكن يبقى اسمه 1 على 5 اس بلس 1، ساعتها التاو هتبقى 5. 1 على 9 اس بلس 1، ساعتها التاو هتبقى 9. التاو ده بنسميه التايم كونستنت، وهو الزمن اللي هياخده السيستم عشان يوصل ل 63% من الانبوت. يعني الانبوت اصلا ب 1، فعشان يوصل ل 63% من الانبوت يعني تبقى قيمته 0.63. فمثلا لو التاو هنا 5، يبقى ده معناه ان بعد 5 ثواني السيستم بتاعك هيوصل ل 0.63. لو التاو بتاعتك ب 9، يبقى ده معناه ان بعد 9 ثواني السيستم بتاعك هيوصل ل 0.63، وهكذا. تمام؟ دي سهله جدا يعني، الاثبات ده تشتغل بالبارتشال فراكشن عادي خالص. بس المهم عندي انك تبقى فاهم ان ده شكل اليونت ستيب ريسبونس، وان ده شكل الفيرست اوردر سيستم. وخد بالك انه في الامتحان ساعات بيدي لك شكل مختلف، فلازم تحوله للشكل ده. يعني ممكن مثلا ايه يقول لك السي اوف اس على الار اوف اس بتساوي 10 على 100 اس بلس 10. تمام؟ والسؤال ده مشهور جدا، وتلاقي في الامتحان بقى الدكتور بيسالك ايه؟ بيقول لك انا عايز اجيب التايم كونستنت. فللاسف كل الناس يقول لك ايه؟ التايم كونستنت هو الرقم اللي جنب الاس، فيقول لي التايم كونستنت بايه؟ ب 100. تمام؟ هل الكلام ده صح؟
طبعا غلط، لان انت عشان تقول ان التايم كونستنت ب 100 لازم تبقى المعادله بتاعتك شبه المعادله اللي فوق دي، يعني لازم هنا يبقى واحد وهنا كمان يبقى واحد. طب نعمل كده ازاي؟ عشان تخلي ده واحد ده واحد تقسم على 10، فهتلاقي ان انت عندك هنا واحد على 10 اس بلس واحد، يبقى ده معناه يا جماعة ان التايم كونستنت بتاعك بكام؟ ب 10. فخد بالك عشان تعرف تجيب التايم كونستنت لازم الاول تخلي شكل السيستم واحد على تاو اس بلس واحد. تعالى ناخد اكزامبل، ده الاكزامبل اللي هو اداهولك في الشيت، بيقول لك ده فيرست اوردر سيستم بيساوي واحد على تاو اس بلس واحد. Find the unit step response of the system. تمام؟ طيب احنا عايزين ال C of S. ال C of S بتساوي، هناخد ده كده نضربه في ال R of S عشان نعيش ال C of S لوحدها، فهتبقى واحد على تاو S بلس واحد وواحد على S. ليه واحد على S؟ عشان هو قال unit step، يعني ال input بتاع unit step، ال unit step في ال S domain بيبقى واحد على S. طيب كده انت جبتها في التايم دومين، لا هو عايزها كده انت جبتها في الاس دومين، لازم تجيبها في التايم دومين. اي ريسبونس يسالك عليه في الامتحان فهو اكيد في التايم دومين. طيب نجيبها ازاي في التايم دومين؟ تعالى الاول ندخل البراكتس دول على بعض. طيب هيبقى هقسم على تاو، فهيبقى عندك هنا واحد على التاو فوق وتحت هيبقى اس في اس بلس واحد على التاو. هنشتغل عادي بالبارتشال فراكشن طالما الديجري اوف ذا نيوميريتور اقل من الديجري بتاعت النيوميريتور، فهقسمهم هيبقى A على S بلس B على S بلس 1 على التاو. هجيب ال A وال B ازاي؟ بنفس الطريقة في البارتيال فراكشن. كنت بجيب ال A ازاي؟ هاخد الترم كله على بعضه واضرب في S، فهيبقى عندي 1 على تاو في S بلس 1 over تاو، وعوض ب S equal 0، فهيبقى ال S equal 0 هتبقى ب 0 اهو، 1 على تاو مقسومة على 1 على تاو هيطلع ب 1. طيب ال B هجيبها ازاي؟ هاخد ال expression كله على بعضه بس واحد على تاو، هيبقى عندي واحد على تاو على اس، وعوض باس ايكوال نيجاتيف واحد على تاو، فهيبقى واحد على تاو مقسومة على نيجاتيف واحد على تاو هيدي لك في الاخر نيجاتيف واحد. يبقى احنا كده جبنا ال A وجبنا ال B. طيب يبقى احنا جبنا ال A بواحد وجبنا ال B بنيجاتيف واحد. نروح بعد كده للتايم دومين، inverse لابلاس بتاع واحد على اس بواحد، والانفرس لابلاس بتاع نيجاتيف 1 على اس بلس 5 مثلا هيبقى اي باور نيجاتيف 5. المره دي انت ما عندكش 5، انت عندك 1 على تاو، فهيبقى اي باور نيجاتيف 3 اوفر تاو. يعني زمان كنت مثلا اقول لك ايه 1 على اس بلس 5 تقول لي اي باور نيجاتيف 5 تي، دلوقتي 1 على اس بلس 1 على تاو فهيبقى اي باور نيجاتيف 1 على تاو في التي. كده انت جبت الريسبونس بتاعك في التايم دومين. بيقول لك ايه بقى؟ show that the slope of the unit step response، يعني show ان السلوب بتاع c of t ده عند time equal 0 هيساوي 1 على t. طب اجيب السلوب ازاي؟ السلوب اصلا هو التفاضل، فهروح افاضل، يعني هاخد c of t وفاضلها، فلما فاضلها هتطلع 1 على tau في e power negative t over tau. هو عايز بقى السلوب عند t equal 0، فهروح احط t equal 0، e power 0 بكام؟ واحد، فهيبقى عندك واحد over tau، وهو ده المطلوب. هو بيقول لك اثبت ان السلوب عند time equal zero هيطلع الواحد على tau. بعد كده بيقول لك ايه؟ لو ال c of t هتوصل ل 98% من ال unit step input، ال unit step input اصلا اللي هو ده اللي هو ثابت عند الواحد، مش احنا قلنا ال input بتاعك unit step، هي بقى بتوصل ل 98% بعد 10 ثواني. find t، يعني ايه بتوصل ل 98%؟ يعني C over T بعد 10 ثواني، يعني بعد time equal 10 قيمتها هتساوي C of T هتطلع بتساوي 98% من ال unit step input اللي هو بواحد، يعني هتطلع بتساوي كام؟ 0.98. يبقى كأنه ترجمة السؤال بيقول لك ان C of T عند t equal 10 هتطلع بتساوي 0.98، اهو ال c of t عند t equal 10 هتساوي 0.98. طب ما ال c of t اصلا بواحد minus exponential negative t over tau، وال t هو قالك انها بتساوي 10، فهتشيل ال t وتحط مكانها 10. بعد كده
هتودي الواحد الناحية التانية او هتودي الاكسبوننشال الناحية التانية، فهيبقى اكسبوننشال نيجاتيف تي اوفر تاو، والتي بتاعتك زي ما قلنا هي بعشرة اوفر تاو بيساوي واحد ماينس او بوينت 98. تعرف تجيب التاو ولا لا؟ سهلة جدا، خد لين الطرفين هيطلع عندك نيجاتيف 10 تي اوفر تاو بيساوي لين 1 ماينس 0.98، عوض على الكالكليتر هيطلع لك التايم كونستنت ب 2.55. مش شرط بقى الدكتور في الامتحان يقول لك التايم كونستنت، لا ممكن يسأل بطريقة تانية يقول لك هات التايم اللي السيستم عنده هيوصل ل 63% من الريسبونس من اليونت ستيب انبوت، او ل 63% من الريسبونس بتاعه. هي بالظبط نفس السؤال لو هو بيسألك عن التايم كونستنت. ده كده الفيرست اوردر سيستم. تعالى بقى نشوف السكند اوردر سيستم، وده الاسهل يعني. طيب السكند اوردر سيستم بيبقى شكله طبعا بالمنظر ده، اس سكويرد تحت لازم يبقى فيه اس سكويرد، ولازم المعادله تبقى مكتوبه بالشكل ده، اوميجا ان سكويرد على اس سكويرد بلس 2 زيتا اوميجا ان في الاس في اوميجا ان سكويرد. يعني مثلا هنلاقي ان احنا عندنا لان انت عندك مثلا هنا 25 على اس سكويرد بلس 10 في اس بلس 25. ده كده سكند اوردر سيستم. طب لو هو مش محطوط في الشكل ده لازم تحطه في الشكل ده برضو عشان تعرف تجيب قيم الزيتا والاوميجا. يعني مثلا لو لقيت ان انت عندك هنا 100 بدل 25 هتعمل ايه؟ لو هنا 100 بدل 25 هتخليها 25 في 4، فهتحط هنا 25 وخد الاربعه بره بقى كانها مش تبع السيستم بتاعك، يعني انساها شويه ده الجيم بتاع السيستم، فيبقى عندك هنا 4 في 25. تمام، لازم الشكل يبقى متحقق يعني. طيب الزيتا ده هو مين ومين الاوميجا ان؟ هشرح لك بقى بالراحه كده مين الزيتا ومين الاوميجا ان. الزيتا ده بنسميه الدامبنج ريشيو. يعني ايه الدامبنج ريشيو؟ يعني كميه الفريكشن اللي بيعبر عن كميه الفريكشن اللي موجوده في السيستم. كل ما الدامبنج ريشيو ده بيزيد كل ما هتلاقي ان السيستم بتاعك بيموت بسرعه. يعني الستيب ريسبونس بتاع الستيب ريسبونس اليونت ستيب ريسبونس بتاع السكند اوردر سيستم بيبقى بالشكل ده. لو الزيتا بتاعتك بصفر يعني مفيش دامبنج ريشيو خالص، هتلاقي ان السيستم بتاعك هيفضل يوسليت لحد ما لا نهايه بالشكل ده. يعني تلاقي ان الاوتبوت بتاع السيستم يفضل طول العمر اوسيليت، وساعتها بنسميه اندامبد سيستم. كل ما الزيتا بقى تبتدي تزيد كل ما السيستم يحصل له دامبنج. يعني بص مثلا لو الزيتا كانت ب 0.2 تلاقي السيستم يحصل له دامبنج، اهو الكيرف الازرق ده. لو الزيتا ب 0.6 يحصل له دامبنج اكتر، هو مش قادر يطلع وينزل من كتر الفريكشن. يعني لو الزيتا دي مثلا هي الديسبيسمنت اللي بيعملها ماس معين، في مثلا ماس ماسك في سبرينج عمال يطلع وينزل، فهو لو مفيش دامبنج ريشيو وانت زقيت الماس ده هيفضل طول عمره يعمل اوسيليشنز لفوق ولتحت، فتلاقي ان الديسبيسمنت عماله تطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل. لكن لو انت عندك دامبنج او في فريكشن في السيستم، فالسيستم ده بعد فتره هيبطل الاوسيليشنز بتاعته، فمش هيفضل يطلع وينزل ويطلع وينزل ويطلع وينزل. كل ما الدامبنج هيزيد اكتر هتلاقي ان الاوسيليشنز بتقل. يعني بص مثلا الكيرف الاخضر ده لما الدامبنج وصل، الدامبنج ريشيو اللي هو الزيتا وصلت ل 0.8، هتلاقي ان كميه الاوسيليشنز قليله جدا، ده هو يا دوبك طلع حته بسيطه قوي وبعد كده مات لحد ما الزيتا بتاعتك توصل لواحد. ساعتها بنقول ان السيستم بتاعنا كريتيكالي دامبد، وساعتها مش بيوسيليت اصلا. يعني هو هيطلع للانبوت ويثبت عند الريفرنس بتاعه، يثبت عند الانبوت سيجنال اللي هي واحد، مش هيوسيليت اكتر من كده. وكل ما تزود الزيتا اكتر بقى كل ما تلاقي ان السيستم اصلا مش قادر حتى يتراك الانبوت. يعني بص احنا زودنا الزيتا مثلا هنوصل لحد 1.6، هتلاقي ان السيستم مش قادر حتى يتراك الانبوت. يعني بص الكيرف الاسود هو بيطلع بالعافيه، ده هو يعني بعد مثلا نص ساعه ممكن تلاقيه ان هو قدر يتراك الانبوت من كتر ما الدامبنج والفريكشن عالي، كانك حاطط مثلا ماس في فيسكس ليكويد حاجه زي العسل مثلا، صعب جدا ان انت لو زقيته يطلع تاني، هياخد وقت طويل قوي. ليه؟ من كتر الدامبنج، من كتر الفريكشن اللي موجود في السيستم. وساعتها لو الزيتا بتاعتك اكبر من واحد
بنقول ان ده اوفر دامبد سيستم، يعني في دامبنج زياده عن اللزوم. تمام؟ فاحنا كده بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن الزيتا. الزيتا هو الدامبنج ريشيو بتاعك. الدامبنج ريشيو بيعبر عن كميه الفريكشن اللي موجوده في السيستم. لو انت عندك سكند اوردر سيستم ودخلت له يونت ستيب انبوت، كل كلامك في المنهج ان احنا مدخلين لك يونت ستيب انبوت اللي هو عامل كده، ده اللي هو انبوت سيجنال ثابته عند الواحد، ادي التايم وادي اليو اوف تي. شكل الريسبونس بيبقى، الريسبونس بتاعك بيبقى ليه اشكال مختلفه كلها بتعتمد على قيم الزيتا. لو الزيتا بتاعتك بصفر فده ساعتها بنسميه undamped system. يعني ايه undamped؟ يعني مفيش damping اصلا، مفيش friction، وساعتها السيستم بتاعك هيقعد يوصليت لحد ما لا نهايه. يعني انت مدخله input signal بواحد، هو هيفضل يوصليت يطلع وينزل ويطلع وينزل حوالين الانبوت الريفرنس بتاعك، عمره ما يثبت ابدا. ليه؟ مفيش friction ايه اللي هيوقفه. طيب لو انت الزيتا بتاعتك من زيرو لواحد، السيستم بتاعك هيوصليت، بس هيوصليت شويه وبعد كده هيثبت، هيحصل مرحله الساتوريشن. وكل ما الزيتا تزيد هتلاقي ان الاوسيليشن بتاعه بيقل لحد ما نوصل للزيتا ايكوال واحد. خد بالك هنا بنقول عليه اندر دامبد سيستم. يعني ايه اندر دامبد؟ يعني في دامبنج بس الدامبنج ده بسيط جدا. يعني هنا مثلا احنا عندنا دامبنج بس الدامبنج ده بسيط، عشان كده بنسميه اندر دامبد سيستم. يعني دامبنج بس ايه اي كلام، لحد ما الزيتا بتاعتك توصل لواحد بنسميه كريتيكالي دامبد سيستم، نقطه التحول، النقطه الحرجه بقى اللي عنده، اللي هو مش قادر يعمل اوسيليشنز اكتر من كده، بيطلع ويثبت بعد كده مفيش اوسيليشنز. لو الزيتا بقى زادت عن واحد خلاص بقى السيستم كده حالته صعبه جدا، اوفر دامبد سيستم، اللي هو بالعافيه اساسا قادر ان هو يتراك الانبوت، الاوتبوت مش قادر يتراك الانبوت بتاعه. يعني انت مدخل له يونت ستيب انبوت، هو مش قادر حتى يوصل لليونت ستيب انبوت ده، مش الاوتبوت مش قادر يتراك الانبوت بتاعك. خلاص كده احنا فهمنا مين هي الزيتا. طيب مين بقى الاوميجا ان؟ الاوميجا ان دي اللي احنا بنسميها الاندامبد ناتشورال فريكوانسي. يعني ايه الناتشورال فريكوانسي؟ يعني لو السيستم ده ما فيهوش دامبنج، ما فيش اي فريكشن، فساعتها هيفضل يوسليت لحد ما لا نهايه بفريكوانسي بتساوي الاوميجا ان. يعني لو الاوميجا ان مثلا بتساوي 5 راديان بير سكند، يبقى ده معناه ان لو السيستم بتاعك ما فيهوش فريكشن، يعني الدامبنج ريشيو بتاعه بزيرو زي الحاله دي كده، قلت لك السيستم هيفضل يوسليت لحد ما لا نهايه، هيوسليت بفريكوانسي عامله ازاي بقى؟ هيوسليت بفريكوانسي بتساوي الاندامبد ناتشرال فريكوانسي. ف هيوسليت بايه؟ بال 5 راديان بير سكند اللي احنا قلنا عليها. تمام؟ طب ولو الزيتا بقى اقل من اكتر من واحد او اكتر من زيرو، يعني في دامبنج، هل السيستم هيفضل يوسليت لحد ما لا نهايه؟ لا، احنا قلنا هيوسليت حبه. هيوسليت بقى بفريكوانسي اسمها دي، هيوسليت بفريكوانسي اسمها الدامبد فريكوانسي. يبقى الاوميجا ان دي الناتشرال فريكوانسي، اللي هو لو ما فيش دامبنج السيستم هيفضل يوسليت بيها لحد ما لا نهايه. لكن الدامبد فريكوانسي دي اللي هو الحاله الحقيقيه بقى، لو في دامبنج السيستم هيوسليت بيها. يعني زي الصوره الثانيه دي، في دامبنج فالسيستم مش هيفضل يوسليت لحد ما لا نهايه، هيفضل يوسليت لحد مرحله معينه وبعد كده هيثبت، هيحصل في الاخر مرحله ساتوريشن اهو، ثبت في الاخر. طب الاوميجا دي اللي هي الدامبد فريكوانسي بتساوي كام؟ بتساوي الاوميجا ان مضروبه في سكوير روت 1 ماينس زيتا سكويرد. وده يثبت لك كلامي، لو الزيتا بتاعتك كانت بتساوي صفر، يعني انت عندك اندامبد سيستم، هيبقى 1 ماينس صفر اللي هو بواحد، فهتطلع ساعتها الاوميجا دي قد الاوميجا ان، لان لو مفيش دامبنج السيستم بتاعك هيوسليت بفريكوانسي بتساوي الناتشرال فريكوانسي. تمام؟ يبقى احنا لغايه دلوقتي خدنا كام ديفينيشن؟ خدنا ثلاثه ديفينيشنز، اللي هم الدامبنج ريشيو، نسبه الفريكشن اللي موجوده في السيستم، وخد بالك ده كريتيكال قوي والدكتور بيسال عليه في الامتحان، شكل يعني ممكن يديلك دامبنج ريشيو معين ويقول لك ارسم لي شكل الريسبونس، فلازم تبقى فاهم كويس قوي الدامبنج ريشيو بيأثر ازاي على شكل الريسبونس، مهمه جدا الرسومات دي. طيب ممكن يديلك
الاوميجا ان، الاوميجا ان دي قلت لك الناتشرال فريكوانسي من اسمها اندامبد، يعني لو الزيتا بتاعتك بصفر السيستم هيفضل يوسليت لحد ما لا نهايه بالفريكوانسي دي، لكن في الحقيقه مفيش سيستم الدامبنج ريشيو بتاعه بصفر، دايما في فريكشن. ففي الحقيقه السيستم بيوسليت بفريكوانسي بتساوي كام؟ بتساوي اوميجا دي، وقلنا ان الاوميجا دي بتاعتك هي عباره عن الاوميجا ان في سكوير روت 1 ماينس زيتا سكويرد. تمام. طيب بعد كده عايزين طبعا في قانون مهم ان انت تبقى عارفه، ازاي بنجيب البولز بتاعت السيستم. هو يعني حاجه مش مهمه قوي بس بتيجي في الامتحان، قصدي مش مهمه كفيزيكال مينينج. يعني البولز بتاعت السيستم، يعني ايه البولز بتاعت السيستم؟ يعني انت فايزيشن للمعادله دي هيطلع لك بولز شكلها عامل ازاي. احنا بنروح نطبق القانون عادي خالص، اللي هو بتمسك اي معادله بتاخد نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف بي سكويرد ماينس 4 اي سي على 2 اي وهكذا. فشكل البولز بتاعتك يعني بعد ما تفك القانون هيطلع نيجاتيف زيتا اوميجا ان بوزيتيف اور نيجاتيف الاوميجا ان في سكوير روت الزيتا سكويرد ماينس الواحد. فده شكل البولز بتاعت السيستم. هتلاقي سؤال كامل في الشيت على موضوع البولز ده، يعني هيقول لك الزيتا بكذا والاوميجا ان بكذا، هات البولز. فعادي جدا هتطبق في القانون، سؤال بسيط. اول مساله عندك في الشيت او تاني مساله بيقول لك consider the block diagram of the shown system، هات الفاليو بتاعت ال K وال H such that the damping ratio بتاعك اللي هو الزيتا ب 0.7 والناتشرال فريكوانسي بتاعتك ب4 راديان بير سكند. طيب اول حاجه تعملها لازم تحط السيستم بتاعك في الشكل ده، طالما فيها زيتا واوميجا ان يبقى لازم السيستم بتاعك يتحط في الشكل ده. طيب هحطه ازاي في الشكل ده؟ يبقى لازم اجيب الاول الترانسفير فانكشن اللي هي السي اوف اس على الار اوف اس. طب عشان نجيب السي اوف اس على الار اوف اس لازم نعمل بلوك دايجرام ريدكشن، لان احنا مش هينفع نشتغل بالشكل ده. طيب همسك في الاول المربع الاحمر ده واحاول اعمل له ريدكشن. ده الشكل اللي احنا عارفينه اللي هو بتاع النيجاتيف فيدباك، كنا حافظين القانون اللي فوق على 1 بلس اللي فوق في اللي تحت، اللي فوق k على s بلس 2 واللي تحت h، يبقى 1 بلس k على s بلس 2 مضروبه في ال h. اضرب في s بلس 2 فوق وتحت هيبقى k s بلس 2 بلس k h. يبقى احنا كده جبنا البلوك الاحمر ده عملنا له ريدكشن، بقى كي على اس بلس 2 بلس كي اتش. هضرب التو براكت اللي هما التو كومبوننتس دول في بعض، فهيبقى كي على اس في اس بلس 2 بلس كي اتش، يعني هضم الاثنين دول مع بعض كده. بعد كده الشكل ده بقى عايزين نجيب السي اوف اس على الار اوف اس كلها، فده برضو الشكل اللي احنا عارفينه اللي هو هيبقى واحد اللي هو هيبقى اللي فوق على واحد بلس اللي فوق في اللي تحت، اللي فوق هيبقى k على s سكوير بلس k h في الاس، واللي تحت هيبقى 1 بلس k على s سكوير بلس 2 بلس k h على s. هنضرب فوق وتحت في s سكوير بلس 2 بلس k h بلس s، هيبقى عندك هنا k، وبعد كده هيبقى عندك هنا s سكوير بلس 2 بلس k h في الاس بلس ال k. هو ده c of s على ال r of s. طبعا لو بصيت هو اصلا ايه، يعني انا بقول لك لازم الترم ده يبقى زي الترم ده، فهو اصلا الموضوع مساعدك يعني ان فوق كي وتحت كي. ونبتدي نقارن بقى، تعالى نمسك المعادلتين ببعض ونقارن. ادي الكي، الكي دي المفروض انها بتساوي اوميجا ان سكويرد، يبقى انا عندي الكي بتساوي اوميجا ان سكويرد. وبعد كده 2 بلس الكي اتش في الاس بيساوي 2 زيتا اوميجا ان في الاس برضه، يبقى ده معناه ان 2 بلس ال kh بيساوي 2 زيتا اوميجا ان. هو مديلك سؤال الزيتا ب 0.7 ومديلك الاوميجا ان ب 4، هو عايزك تجيب مين؟ عايزك تجيب ال k وال h. طيب ما هو بيقول لك الاوميجا ان ب 4 يبقى الاوميجا ان سكويرد ب 16، يبقى ال k بتاعتك ب 16.
طيب وفي نفس الوقت هو مدي لك الزيتا بتاعتك ب 0.7، معاك الزيتا ومعاك الأوميجا N بأربعة، ومعاك الأوميجا N بأربعة، ومعاك الكي أنت لسه مطلعها ب16، تعرف تعوض في القانون تجيب الـ H هتطلع لك 0.75. ده السؤال بقى اللي بقول لك عليه إن هو مدي لك الـ CFS، ده السؤال اللي بقول لك عليه إن هو مدي لك الـ CFS والـ RFS، وبيقول لك الأوميجا N بواحد والزيتا بتاعتك جرب مره هي تبقى بزيرو ومره تبقى ب 0.2 ومره تبقى ب 0.4 لحد ال 1، اقعد جرب بقى وكل مره روح هات البولز. فهي مساله سهله جدا، كل اللي انت محتاج تعمله انك بس هتروح تعوض في القانون وتجيب البولز بتاعتك. هو كمان مسهل عليك ان الاوميجا بواحد، فهتلاقي ان القانون اسهل بكتير يعني. طيب اي بقى سكند اوردر ريسبونس، انا عارفه ان انا طولت عليكم بس دي اخر جزئيه ان شاء الله هنشرحها، بس مهمه وبتيجي كتير في الامتحان فياريت الناس تركز فيها. بصوا يا جماعه، اي سكند اوردر ريسبونس في الدنيا بيبقى ليه شويه حاجات نقدر نقول انها بتميز السيستم ده او بتخصص السيستم ده. اول حاجتين فيهم احنا قلناهم اوريدي قبل كده، اللي هما الناتشرال فريكوانسي، وقلنا ان الناتشرال فريكوانسي ده هو الفريكوانسي اللي انت هتفضل توصليت بيه لحد ما لا نهايه لو انت ان دامبد سيستم، يعني لو الزيتا بتاعتك بتساوي صفر. تاني ديفينيشن هو الدامبد فريكوانسي، وقلنا ان الدامبد فريكوانسي هو الفريكوانسي اللي انت هتفضل توصليت بيه لو الزيتا بتاعتك اكبر من صفر واقل من واحد، وبيساوي اوميجا ان في واحد ماينس زيتا سكواد. يا ريت تتاكدوا من الدكتور الكلام ده هيبقى موجود في الامتحان كقوانين ولا انت لازم تحفظ القوانين. تاني حاجه بقى بنبقى عايزين نعرفها في السيستم الديلي تايم. يعني ايه الديلي تايم؟ ده مهم قوي. التي دي الديلي تايم هو التايم اللي انت محتاجه عشان توصل ل 50% من الفاينل فاليو during the first cycle of oscillation. يعني ايه الفاينل فاليو بتاعك؟ بكام؟ بواحد. ده الفاينل فاليو اللي السيستم هتثبت عنده، يعني السيستم في الاخر هيثبت عند واحد. وايه اللي هيخليه يثبت عند واحد؟ عشان انت مدخل له يونت ستيب انبوت، ففي النهايه الاوتبوت لازم هيتراك الانبوت. فلو انت مدخل له انبوت بواحد لازم في النهايه الاوتبوت هو كمان هيثبت عند واحد. طيب عايزين نشوف بقى الديلي تايم هو الوقت اللي السيجنال بتاخده عشان توصل ل 50% من الفاينل فاليو. طب لو الفاينل فاليو واحد يبقى 50% من الواحد اللي هو 0.5، فهتبص على الرسمه هي هتوصل لل 0.5 بعد قد ايه؟ اهو الحته الخضراء دي، ده اللي احنا بنسميه الديلي تايم. يعني لو وصلت لل 0.5 بعد 3 ثواني يبقى الديلي تايم بتاعك بكام؟ ب3. ده اول ديفينيشن. يبقى الديلي تايم هو الوقت اللي انت محتاجه او الاوتبوت بتاعك محتاجه عشان يوصل ل 50% من الفاينل فاليو. يا ريت الناس تعمل ميوت. ده الرايس تايم ولا الديلي تايم؟ لا الديلي مكتوب في ال يعني معمول على الجراف تي او الاخضر اهو تي تي. تمام هو مش نسي. تمام ولا يهمك. طيب الرايس تايم، الرايز تايم هو الوقت اللي انت محتاجه عشان توصل للفاينل فاليو فور ذا فيرست تايم. فين الفاينل فاليو هنا؟ واحد. امتى السيجنال بتاعتك وصلت توصل للواحد؟ وهنا كمان هتوصل لواحد، بس احنا بنتكلم على اول مره لان ده انديكيشن عن سرعه السيستم بتاعك. يعني هو هيوصل للفاينل فاليو اول مره امتى؟ ادي كده، ده اللي احنا بنسميه الرايز تايم اهو. تمام. فلو هو وصل للواحد اول مره بعد 5 ثواني يبقى الرايز تايم بتاعك قد ايه؟ 5 ثواني. خد بالك ان اكيد الرايز تايم اكتر من الديلي تايم، لان الديلي تايم بتوصل ل 50% من الفاينل فاليو، لكن الرايز تايم بتوصل للفاينل فاليو نفسه. نفسك في الامتحان جايب الديلي تايم ب5 والرايز تايم ب3، اتاكد ان انت حل غلط. طيب البيك تايم، التايم من اسمه كده البيك اللي السيجنال بتحتاجه عشان توصل للبيك بتاعها، اعلى نقطه فيها اللي هي النقطه دي. طيب هي وصلت لاعلى نقطه بعد تايم قد ايه؟ فلنفرض ان هو 10 ثواني، فيبقى ساعتها البيك تايم بيساوي 10 ثواني. طيب بعد كده عندنا حاجه بنسميها السيتلنج تايم. السيتلنج تايم
هو الوقت اللي بتحتاجه السيجنال عشان توصل ل 5% او 2% من الفاينل فاليو بتاعتها. يعني لو الفاينل فاليو بتاعتها بواحد، الخمسة في المية بكام؟ 0.05، والاثنين في المية بكام؟ ب0.02. سيكلينج يعني وقت الاستقرار، يعني بعد الوقت ده اقدر اقول ان السيجنال بتاعتي ابتدت تستقر. يعني بص هنا مثلا هي كانت ايه، وصلت ل0.02، فاقول ان هو ده السيتلينج تايم. بعدها بشويه هتوصل لل0.05، برضو ممكن اقول ان ده السيتلينج تايم. طب على حسب ايه؟ والله في ناس تقول لك السيستم بيستقر او هقدر اعتبره استقر بعد ما يوصل ل5%. في ناس تانية تقول لك لا، انا اقول ان السيستم استقر بعد ما يوصل ل2% من الاوتبوت. طب وانت في الامتحان هتحل بانهي واحده، 5% ولا 2%؟ على حسب بقى ما الدكتور يطلب في السؤال، ممكن كده وممكن كده. تمام، ده اللي احنا بنسميه سيتلينج تايم، من اسمه عشان ما تنساش، السيتلينج تايم وقت الاستقرار. طيب الماكسيمم اوفر شوت، الماكسيمم اوفر شوت هو من الاخر الجزء الاخضر ده، يعني انت بتعمل شوتنج قد ايه اعلى من الفاينل فاليو. يعني هو بيستقر عند الواحد، السيجنال بقى بتعمل شوتنج قد ايه فوق الواحد ده. بنحسبها ازاي؟ بتاخد قيمه السيجنال الاوتبوت عند التي بي، عند البيك، السي عند الانفينيتي اللي هو قيمه السيجنال في ماينس السي عند الانفينيتي مضروب في ميبو كاريشيو. تعال نشوف مثلا، نعوض كده عشان ايه الناس تفهم برضه. يعني ايه السي عند التي بي؟ يعني قيمه السيجنال عند البيك. فلنفرض مثلا ان ده الواحد وقيمه السيجنال عند البيك بتساوي 2. هي طبعا مش 2، يعني هي المفروض 1.3 1.4 بس للتسهيل، يعني هتساوي 2. تمام، ماينس السي عند الانفينيتي. السي عند الانفينيتي يعني قيمه السي اللي هي الاوتبوت سيجنال بتاعتك لما السيجنال تستقر. هي هتستقر عند ايه؟ تستقر عند الواحد. وبرده ده على حسب الرسم اللي الدكتور هيجيبها لك، ممكن يجيب لك سيجنال هتستقر عند 3 عند 4 على حسب الجراف يعني، بس لو هو يونت ستيب انبوت هتلاقيه 1. يبقى ده معناه ان السي عند الملا نهايه بتساوي 1، يبقى هعوض هنا ب1، وبعد كده هضرب في 100. 2 ماينس 1 على 1 اللي هو 2، يبقى 200%. يعني هيحصل اوفر شوت بنسبه 200%، وده منطقي. ما انا بقول لك هو المفروض كان يستقر عند الواحد، طلع لحد الاثنين، يبقى ده معناه ان حصل اوفر شوت 200%، وده طبعا معناه ان السيستم ايه، وحش جدا. الاوفر شوت ده علامه ان السيستم مش كويس، كل ما الاوفر شوت يزيد ده سيستم مش حلو. اكيد انت عايز سيستم يستقر، مش عايز ايه يقعد كده ايه اوسيليت كتير. بس دي الديفينيشنز اللي انت محتاج تعرفها كفهم، سهله كتعويض، اسهل واسهل، يعني هي قوانين بتعوض فيها على طول. طيب التي بي اللي هو البيك تايم بيساوي باي على الاوميجا دي، وقلنا ان الاوميجا دي هي الدامبد فريكوانسي. طيب الماكسيمم اوفر شوت بيساوي اكسبوننشال نيجاتيف زيتا باي على واحد على سكوير روت 1 ماينس زيتا سكوير. طبعا هنا هتلاقي ان هو طالع لك بفراكشن، يعني 0.7 0.6 0.3، عشان تعرف تجيبه ببرسنتج اضرب في 100. طيب السيتلنج تايم، والله لو انت عايز ال 2% هي على السيجما، ولو عايز ال 5% هيبقى 3 على السيجما. طب مين السيجما؟ السيجما اللي هي الزيتا في الاوميجا ان، هم مسمينها سيجما للتسهيل، يعني هي ملهاش دلاله معينه. طيب الرايز تايم بيساوي ايه؟ الرايز تايم بيساوي باي ماينس بيتا على اوميجا دي. طب اوميجا دي احنا عارفينها اللي هي الدامبد فريكونسي، على السيجما. الاوميجا دي اللي هي الدامبد فريكونسي، والسيجما اللي هي زيتا اوميجا ان. هشرحلكم موضوع ان البيتا ازاي تجيبها من البولز بتاعت السيستم، ولا اشرحها في المحاضره ولا لا؟ قال لكم ان هي تان انفرس، ان هي الزاويه دي ولا لا؟ ما انتوا بتحضروا المحاضره. اتكلم فيها. طيب خلاص الدكتور شرحها يعني. اه كان اتكلم على تان انفرس وحاجات كده يعني. تمام.
طيب تعالوا نحل المسألة دي. هي مسألة بسيطة جدا برضو، يعني هو دلوقتي بيقول لك ايه، هي كل المسائل الحتة دي بسيطة، يمكن هي تلخبطك لو جات لك في رسمة، وانا اتوقع ان هي هتجي لك في رسمة مش تعويض مباشر. يعني بص لما يجي لك الرسم بقى وتقعد انت بنفسك تطلع التي دي والتي ار وكده، لازم تبقى فاهم كويس قوي يعني ايه ديلي ويعني ايه رايز ويعني ايه بيك والحاجات دي. لكن كقوانين هي كقوانين هبلة يعني، او مثلا مدي لك الزيتا ب0.6 ومدي لك الاوميجا ان ب5 وعايز كل حاجة بقى، عايز التي ار والتي بي والتي اس والام بي، سهلة جدا يعني. هتروح تعوض في كل القوانين دي وتجيب كل حاجة. بعد كده بقى بيقول لك ايه، سكتش السي تي مع التايم. تمام، السكتشنج ده مهم جدا. خد بالك شكل الريسبونس بيختلف على حسب قيمه الزيتا، فاول حاجه تبص عليها في الرسمه بتاعتك الزيتا بكام. الزيتا ب0.6 ده اندر دامبد سيستم. نرجع كده للسلايدز، احنا قلنا الاندر دامبد سيستم بيبقى شكله عامل كده، يعني فيه اوفر شوت. فاهم حاجه ترسم له سيستم فيه اوفر شوت، يعني ممكن واحد يقول لك ايه لا انا مش هرسم اوفر شوت، هرسم سيستم كريتيكالي دامبد اندر دامبد، لا لازم يبقى فيه اوفر شوت. وتبتدي تحط الارقام بتاعتك على الرسمه. فمثلا هو مثلا التي دي لو طلع لك ب5 سكند، يبقى لازم هنا عند ال 0.5 لازم التي دي تيجي هنا تحط 5 سكند. هو طلع لنا كام التي دي هنا؟ مش مكتوب. طيب لو مثلا افترضنا ان التي ار طالع ب 10 سكند، فهتيجي هنا هتعمل 10 سكند. التي بي طالع ب15 ثانيه وهكذا. الاوفر شوت برده شوف الاوفر شوت 3%، يبقى لو ده 1 يبقى ده لازم يبقى 1.38. كل حاجه لازم تبقى تو سكيل، ولازم ترسم على الجراف بتاعك ايه انبوت واوتبوت. يعني من الغلطات اللي كنت بشوفها في الميد تيرم، قبل اي واحد راسم جراف يعني ايه ولا حاجه مع ولا حاجه، هو مش كاتب ليبلز اصلا ولا كاتب ارقام ولا اي حاجه، اهو جراف وخلاص اكس اكسس واي اكسس. طبعا ده انت ما تاخدش عليه درجه لان انت راسم حاجه مش مفهومه بالنسبه لي، حاجه فيج، وبالنسبه للدكتور بقى تبقى فيج اكتر واكتر. فمهم قوي انك اي جراف ترسمه وتحط عليه ارقام وتحط عليه ليبل على الاكس اكسس والواي اكسس، فالناس تفهم انت بترسم ايه. طيب انا كده خلصت، حد عنده اسئله؟ يا باشمهندس انا عندي سؤال. هو الدكتور من محاضرتين فاتوا قال هيكلم حضرتك تشرح لنا الموتور علشان لو جت في الامتحان، وما اتشرحتش في المحاضره. الموتور ده هو الموتور مش موجود في الشيت، فالدكتور طلب مني المره اللي فاتت ان اشرحه لكم، هيتشرح ان شاء الله بس في اخر سكشن. ماشي تمام، يعني هو داخل معانا. لا ما الصوت قطع، قول تاني هو ايه. هو داخل المفروض كده معانا في الفاينل مش كده؟ لا ما اعرفش بقى بصراحه هو يعني هيجيب ايه في الفاينل بصراحه، ما بقدرش اتوقع. ماشي تمام. في اي اسئله تانية؟ استاذ هنسى، هو الكويز هيبقى على السكشن ده بس والشيت ده بس صح؟ لا من بعد الميد ترم احنا خدنا كام سكشن بعد الميد ترم؟ خدنا البلوك دايجرام ريدكشن فهيدخل برضه. تمام اوكي، يعني السكشنين دول بس. تمام. هو ام سي كيو برضه سواء لسه ما هنحدد اربع مش عارف خميس او جمعه حاجه زي كده. لا لسه مش عارفه ام سي كيو ولا هخليك تابلود السولوشن. تمام. شكرا.